الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط الاحزاب. الشعب يريد اسقاط الاحزاب. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. فوات التغيير شايب وصغير. شعب الكلفات ما في الهيهات. ما في الهيهات دم الشهيد ما راح العيد حان القصاص من القناص مهما تطلعونا وقتل بابانا. حان القصاص بعلى صوتك بعلى صوتك. حان القصاص من القناص حان القصاص من القناص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نؤكد هنا أن خدمة الواتساب خدمة متاحة فقط لاستقبال الرسائل المكتوبة، وهي غير متاحة لاستقبال الاتصالات، ولذلك من يرغب بالمشاركة معنا من خلال الأرقام الخاصة بالاتصالات تظهر أسفل الشاشة، وأيضا لمن لا يستطيع بإمكانه أن يرسل لنا ما يرغب بقراءته من خلال الحلقة لهذا اليوم عن طريق الواتساب. اليوم الموضوع طبعا عن استمرار ثورة تشرين بمختلف المحافظات العراقية، استمرار التظاهرات المطالبة بالعدالة، المطالبة بالوطن المسلوب، الآن كما استمعتم من محافظة بابل مطالبات بإسقاط النظام، وهذا هو الشعار الرئيسي الذي رفع في ثورة تشرين منذ انطلاقها، والذي ربما ميزها كما يرى الكثيرون عن باقي المظاهرات التي شهدها العراق، وهي إسقاط النظام، إسقاط هذا النظام الذي طغى على العراق كما يقول العراقيون، الذي دمر البلد على مدى 18 عاما من حكمهم، حكومات ما بعد الاحتلال بأوجه مختلفة لكن سياسات واحدة مرفوضة كما يقول العراقيون جملة وتفصيلا. طبعا في محافظة النجف خرج العراقيون في مظاهرات مطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري ومدير الشرطة بعد استهدافهم مجددا من قبل القوات الحكومية. اتهم ناشطون في محافظة النجف القوات الأمنية في المدينة بالعمل على حماية المسؤولين فقط وقمع المتظاهرين. قال ناشطون إن القوات الأمنية في النجف تطارد المتظاهرين واعتقلت عددا منهم، كما استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام من محافظة النجف للقمع الحكومي المستمر تجاه المتظاهرين المطالبين بإقالة محافظ يرونه فاسدا ولا بد من رحيله، فلنشاهد. مال الدموع جاي يقمعونا بأشد وسائل القمع. أخوتي الأبطال شوفوا جاي يقمعون بينا بالصجم وبالمسيل مال الدموع. وراس راح دعبل. أبشع أنواع القمع. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث متظاهرين من مدينة النجف، كيف تتعامل السلطة معهم بالأسلحة بالقنابل الدخانية؟
التي تستهدف المتظاهرين، وليس الهدف منها هو تفريقهم بل استهدافهم، استهداف أجسادهم، كما حدث في ثورة تشرين منذ انطلاقتها. وتابعتم الكثير من المقاطع التي كان بسببها كثير من الشهداء ارتقوا على يد القوات الحكومية والميليشيات، كيف حدثت إصابات كثيرة ضمن صفوف المتظاهرين بسبب طريقة استخدام السلاح، طريقة استخدام الأسلحة المخصصة لتفريق التظاهرات، لكن في العراق تستخدم لقتل المتظاهرين، لقتل من يخرج رافضا لحكومة فاسدة كما يراها حكومة كانت محلية أو حكومة مركزية. نسأل لماذا يستمر هذا القمع تجاه العراقيين المطالبين بإقالة محافظين فاسدين أو قادة شرطة فاسدين أو الحكومة بشكل عام؟ لماذا تستمر هذه الآلة الدموية القمعية ضد المتظاهرين السلميين الذين يخرجون بطريقة سلمية للتعبير عن آرائهم، كما نص الدستور الذي وضعه الاحتلال حق من حقوق التعبير عن الرأي هو التظاهر السلمي؟ لماذا تتعامل السلطة بهذه الطريقة رغم وعود حكومة مصطفى الكاظمي بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين كما وعد؟ طبعا مصدر أمني، وطبعا هذه النقطة التي سنذكرها الآن هي من نجاحات ثورة تشرين السلمية، هي الضغط لإقالة الكثير من الفاسدين. أفاد مصدر أمني أن قائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم قدم طلب استقالة من منصبه على خلفية تصاعد حدة التظاهرات في المحافظة. قال المصدر أن اللواء عودة أرسل بطلبه إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي وافق بدوره على الطلب. وطبعا محافظة ذي قار مشهود لها الآن، وهي تعتبر أيقونة، خاصة مدينة الناصرية أيقونة من أيقونات ثورة تشرين، تستمر تواجه الآلة القمعية الحكومية والميليشياوية كذلك، رغم ما مرت به مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار إلا أنها تصمد وتستمر في مطالبها. اليوم هناك إقالة قائد أو استقالة قائد شرطة ذي قار بعد الضغط الشعبي الكبير الذي واجهه هذا الشخص، وبالتالي أقدم على الاستقالة. لكن في المقابل لماذا ترفض كثير من الشخصيات الأخرى ضمن الحكومة، إن كانت ضمن الجهاز الأمني أو ضمن الجهاز السياسي، أن تتعنت وترفض الاستماع إلى مطالب المتظاهرين وتستمر بتحريك الجيوش من أجل قمع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بحقهم؟ من معنا؟ أبو أحمد من ميسان، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحمك. عم يعني نعم، ويا الحكومة هذه ويا الميليشيات هذه، هذا اللي هم فرضوها على الناس. أنا عند الجمعة نعم، الناس هاي طبقة صغيرة. نعم، اللي لكم محمد كليلة كنا عشنا في الزمان ذاك النظام، وهم ذاك النظام عانينا ما عانينا منه وشفنا الويلات. نعم، حتى دول من اجوا شنو اللي بدلوه، شنو اللي سووا غير سرقات لهم نهب الناس؟ نعم، اشهر الله وكيل ومحمد كفيل. نعم، إذا أستلم وأتقاضى حسب رعاية أنا وعائلتي وبنات الدين سلاح. نعم، وخذوا الحاصل ولحد لا نشر بدون أبو عود ثالث، لأن دولي هسه هذا مصطفى الكاظم. أكو ناس راتب وعمل ماكو، شلون تعيش؟ زين محافظة بيك الغربية المهدمة والقتل. نعم، هاي الجنوبية اللي كان لزوا ضل جدة عم بشوارع تتوسل بشوارع، ديانة يدينون دينون الإسلام، يعني يدينون جهود تفيد نعرف الذنب اللي شنو ما نعرف. نعم أبو أحمد، أنا أشكرك، وصل صوتك لكن يعني كان هناك مشكلة بالصوت، لكن وصلت الفكرة العامة. طبعا حال موضوع الرعاية الاجتماعية موضوع كبير وشائك للغاية ومعقد، وهناك الكثير من العوائل العراقية اللي تعتمد على المبلغ البسيط الذي يأتي من الرعاية الاجتماعية لكن متوقف
وهذا الموضوع يعاني منه الكثيرون. طبعا غياب تام للدعم الحكومي للشريحة المتضررة، شريحة الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، وهذه من مساوئ أيضا كما قلنا حكومات ما بعد الاحتلال. عندنا السيد أبو علي من واسط، تفضل حياك الله. عليكم سلام محمد. وعليكم السلام. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. مساء الخير. أبدأ من يعني آخر كلمة قالها الأخ اللي قبلي. نعم. أنه شنو ذنبنا؟ نعم. أو شنو ذنب العراق؟ ذنبكم أنكم أنتم عراقيين ما انتميتوا الأحزاب، تطالبون بوطن، تطالبون بتمتع بخيرات هذا البلد. نعم. فلذلك يعني عند هذه الحكومة لازم تعاقبوا. يعني هذا ذنب، هذا ذنب. هو يقول الرجل قال ابو احمد من ميسان انه احنا عانينا بالنظام السابق واجوا ذولا كملوا علينا بشكل اقسى. طيب يعني هم مو وعدوا بحياه مزدهره. احنا نسال، المليارات اللي اختفت من خزينه الدوله العراقيه اللي تقدر باكثر من تريليون دولار امريكي، وهذه الارقام قابله للزياده، لو انفق ربعها عشرها على العراق ما كان حاله افضل من ما هو فيه الان؟ سيد محمد يعني احنا من يعني من اتكلم واقول يعني هذا الحكي، انا احكي من حكي الاحزاب اللي جايين تسمع. عبد العزيز الحكيم قال كل شخص بقى بالعراق هو بعثي. لان كل اللي هربوا من صدام هم ضد صدام على حسب رؤيته هو. طيب. والناس صفقت له. كذلك هم ما جايين للعراق يبنون يبنون، هم جايين احنا ناخذ حقنا من العراق. لان احنا كنا مضطهدين على حسب قولتهم. وديد ناخذ حجمنا من العراق. نعم. لانه هسه الشعب ما منتمي للحزب، يعني هسه من اللي اصبح ثري بالوطن؟ نعم. بس المنتمي للاحزاب. من اللي تعين؟ بس المنتمي للاحزاب. هسه من اللي يقتل؟ اللي يريد تغيير الاحزاب. يعني اللي بالنجف والناصريه والديوانيه والسماوه، هذا كلهم ناس تريد تغيير الاحزاب. نعم. تريد تغيير المحافظين بالوقت هذا. فهم نعم. يردون، فهم جاي يقتلونهم. يقول لك انا ما اقدر احاورك لان انا اساسا ادري بنفسي انا حرامي. نعم. انا سارق. يعني سارق ما يعني هم ما يشكونوا بارواحهم انهم مو حراميه. هم فساد، هم تلاقي حكيهم يحكون. طيب يعني اذا هم ما يسرقون وهم شرفاء واتباعهم شرفاء، يعني والمواطن طبعا مثل ما معروف هو فقير وما عنده، منو اللي ديبوق؟ اذا هم ديقولون انه احنا الشرفاء، منو اللي ديسرق؟ الطرف الثالث. من هو الطرف الثالث؟ الطرف الثالث اللي احنا اساسا كاحزاب دازينه حتى يبوق باسم الحكومه اللي احنا اساسا معارضين لها. يعني اسوي تلاقي هم كلهم راضين على الحكومه وكلهم مشاركين بالحكومه. نعم. استاذ محمد احنا العراقيين جاي يلعبون مع اشخاص يعني الشيطان متبري منهم. يعني من ناس الطالب تقول يا حكومه انتم يا او سلطه، ما مو حكومه. نعم. احنا نريد نعيش. احنا نريد وطن. تعرف استاذ محمد شنو واحد من يقول اريد وطن شنو المستوى الحالي اللي وصل اليه؟ وصل انه اساسا فاقد الثقه بكل شخص يعتني منصب بالحكومه. نعم. فهذا القتل الموجود، وانا اطالب اخواني الثوار انتم مرتدون تغيرون محافظ، ما اقول اريد اغير محافظ، لا، انا يعني اسعى لاسقاط المحافظ واقدم ثلاث اسماء انا ارشحهم، اقول لهم اختاروا واحد. واللي انا اظل يوميا اطلع، تقتلون 100 تقتلون 1000 اني اطلع، يعني امام مرأة كل العالم 1700 شهيد امام الكاميرا ومن غير. نعم. المختطفين ومن غير اللي ما حد يدري بيهم وين، وما حد حكى، لا ضمير عالم حكى ولا امريكا اللي جابتهم حكت ولا الاتحاد الاوروبي. طيب. حكى. طيب انا اكتفي وياك، اكتفي وياك بهذا القدر يا سيد ابو علي من واسط، شكرا جزيلا للمشاركه. عندنا السيد ابو علي من النجف، تفضل يا ابو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مشاركة شوية مهموميني والله. تفضل. كيف شرفتك؟ الله يبارك بيك، الحمد لله. والله نعتمد حقوق حارة النجف. ولعبالنا في تويتر زين يا أخوي. نعم. إي وبعد يعني ما أعرف كيف يفتحون من الله وامير المؤمنين من يجي الباب الشوارع وكل شيء همين سووه حتى ما على اساس الواحد يستقبل كل شاب صبغ وصبغوا هيك شغش يعني. يعني
بلطوا الشوارع. نعم. يعني ليش ما تستحون من الباطة ظلمهم؟ اليوم يا أبو علي، اليوم لما يطلعون أهل النجف يتظاهرون ضد لؤي الياسري ويريدوه يستقيل، ليش يتعاملون بهذه الطريقة أو تتعامل الحكومة معهم بهذه الطريقة؟ استخدام الرصاص، أسلحة الصيد وبها الصشم والقنابل المسيلة للدموع. طيب هم دي يريدون يقيلون محافظ، هم أهل المدينة دي يريدون يقيلون محافظ فاسد، ليش السلطة تتعامل وياهم بهذه الطريقة الدموية؟ يعني راضي بالباطل حشا. نعم. اي يعني ما يعني ماكو عداله، يعني الناس مستحقه الفوق البيت خلي يطق مرض، ياكل ما ياكل خضراته قاعد يسحق البيت. نعم. ايوه. نعم. والله المرضنا وحق الحكم. شلون الوضع يمكم حاليا هسه بالنجف يا ابو علي؟ والله حاليا طالعة يعني الناس قاعد. الناس بالشارع؟ اي والله ناس وامر مرضنا احنا بالحضر يعني، يعني والله العظيم من ابن الحضر والله مرضنا وحق الحسن. ابو علي هسه من فرض الحكومه عليكم حظر، انتم شلون مدبرين اموركم بالبيوت اذا الحكومه ما تعطيكم دعم؟ لا اكل لا فلوس، طيب الناس شلون تعيش؟ انا عيش على القدر، انا قاعد بالايد انت على الله وعلى بنايه. نعم. عوزني باكر ما اطلع بيوم نبعد بي. نعم. طيب انا اريد اسالك يا سيد ابو علي، انتم بمحافظه النجف مركز المرجعيه، مو المفروض هذا المكان يعتبر مكان او هذه المحافظه مدينه مقدسه؟ ليش دا يرتكب بها هذه الجرائم والانتهاكات ضد الناس البسطاء المدنيين؟ طيب يعني ما حد يشوف حالهم من الجهات الدينيه من الحكومه انه على الاقل على الاقل احتراما لقدسية المكان انه ما يتم الاعتداء على الناس بهذه الطريقة؟ ليش دي يعتدون عليكم ويستمرون باعتداهم بشكل اقسى؟ لا يعرفون دين ولا والله ما يعرفون، يعرفون الدين وقت ما يعرفون الناس تريد الدين حق الحسين. نعم. بحق الحسين. نعم يا ابو علي، انا اشكرك يا ابو علي من النجف، شكرا جزيلا للمشاركة. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث السيد أبو علي من النجف، يعني فوق المأساة والمعاناة من بطش الحكومة وميليشياتها تجاه المتظاهرين، تجاه الناس اللي دا يطلعون يطالبون بحق، على الأقل إقالة محافظ فاسد من وجهة نظرهم أنه هذا المحافظ يجب أن يستقيل أو يقال، تزيد السلطة بقمعها، القمع الحكومي، استخدام الأسلحة المختلفة، وهناك إصابات كثيرة في بين صفوف طبعا المتظاهرين. أيضا موضوع الحظر وغياب الدعم الحكومي للعوائل البسيطة، للعراقيين الفقراء اللي يحتاجون إلى دعم مستمر من أجل الصمود في أوقات الحظر. الحكومة تريد منهم حظر وبنفس الوقت أن يبقون بالبيوت، وبنفس الوقت ما موفرت لهم أي شيء حتى يسندهم في بقائهم داخل منازلهم. عندنا أيضا موضوع وهو في ذي قار، أيضا إغلاق شركة نفط ذي قار جنوب العراق من قبل المتظاهرين احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية العاملة في المحافظة. حنذكر بعض التفاصيل في هذا الموضوع، لكن عندنا اتصال منه السيد أبو دعاء من النجف، تفضل أبو دعاء. أيوة. تفضل حياك الله. أيوة. حياك الله يا أبو دعاء، تفضل. أيوة. اسمعك تفضل. فقدنا الاتصال ويا سيد ابو دعاء. اذا المتظاهرون في محافظة ذي قار احتشدوا من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات النفطية، واحتشدوا امام مقر شركة نفط ذي قار وسط مدينة الناصرية، طالبوا الحكومة الاتحادية بتوفير فرص عمل لهم. طبعا محافظة ذي قار فيها حقلي الناصرية والغراف النفطيين ينتجان نحو 290 ألف برميل نفط و60 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا. هذه الأرقام بسعر برميل النفط اليوم، تخيلوا ممكن شلون تعيش محافظة ذي قار، مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار بشكل عام. ننزل للبصرة ونشوف حال الناس بالبصرة، الناس اللي يتظاهرون
للحصول على أبسط حقوقهم، يقمعون طبعا من الحكومة، يقمعون من الميليشيات، وهم يعيشون في واحدة من أغنى المحافظات العراقية وواحدة من أكبر المحافظات العراقية إنتاجا للنفط. نراهم كيف يعانون من الفقر، نراهم كيف يعانون من المرض، من التلوث، نراهم كيف يحرمون من حقوقهم البسيطة، وأيضا يقمعون للمطالبة بأبسط الحقوق. من عندنا؟ السيد أبو دعاء مرة أخرى من النجف، تفضل يا أبو دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام أبو دعاء، لو تسمح تنصي صوت التلفزيون رجاء. ألو. تفضل يا أبو دعاء، بس نصي صوت التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أخبارك؟ شو صحتك؟ شو صحتك؟ الله يسلمك، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أبو دعاء، نصي صوت التلفزيون لو سمحت. أرض النجف، أرض الإمام علي عليه السلام. نعم. أرض النجف، أرض أبو الحسن علي عليه السلام. أي. إيش بيها النجف؟ عايز النجف حتى يعمل مظاهرات، إيش بيها النجف؟ إيش بيها النجف؟ طيب الناس اللي دي يطلعون ليش دي يطلعون برأيك؟ النجف زين يعني، والحمد لله الناس زينة ومستقرة، والحمد لله شكرا العالمين. ولا ناس، الناس جوعانة، الناس ما عاد مصدر عيشة. إي. يعني ماكو فقراء بالنجف؟ فقدنا الاتصال مع السيد أبو دعاء. أنا حقيقة حسب ما فهمت من كلام السيد أبو دعاء، أنه هو مستغرب أنه ليش أكو مظاهرات بالنجف أو ليش الناس يطلعون، حسب الكلام اللي فهمته، لكن أتمنى أنه يعاود الاتصال بينا مرة أخرى حتى نفهم بشكل أدق. عندنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله، تفضل. أستاذ محمد، هم المتظاهرين ليش جاي يطلعون؟ يعني بطرانين هم يطلعون؟ غير من قهرهم، من ضيمهم، من جوعهم، من فقرهم، جاي يطلع. زين زين، هو لو متوفرت اموره، متوفرت الحياه اللي يريدها، مطالبه، ما اعتقد يطلع. ماكو واحد من اليوم هذا يعني يطلع هيك بطران. نعم. بس الناس شبع قهر، شبع ضيم. شلون ما يطلع والخريجين تفضل؟ يعني اليوم الخريجين ما تعين لهم. نعم. زين، هذا خريج من درس وتعب، وهذه غير كون يعني من يتخرج يلقى المكان مالته الوظيفي حتى على مود يعين نفسه، يعين عائلته. استاذ محمد. نعم. شلون ما يطلع المتظاهر؟ واليوم انا قرات على احدى القنوات ها بانه الحكومه الايرانيه عندها اقتراح الغاء تأشيرات دخول الايرانيين. زين بربك، يعني ادري هي هذه دوله، يعني دوله هذه يعني ما معناتها الغاء التأشيرات، ما معناتها اعتبرت العراق محافظه استاذ محمد. نعم. يعني هذه مو دوله، هذه يعني الصراحه غير اعتبر. زين شلون المتظاهرين ما يطلعون مظاهرات وانت اعتقد يعني صار عندك يعني معلومه بانه طريق السنجار، طريق سنجار طلعين عليه، طلعين لقب او تسميه عليه طريق شو اسمه اللي يقول وياي الوصايا، ما ادري السبايا. نعم. يا اخي هي دوله هذه بالله عليك، يعني ما ادري يعني الايرانيين يضحكون على اليمن. نعم. يعني يضحكون على الشعب، بس هم يضحكون على الحكومه. انت لما تشوف الحكومه يطلع احد الوزراء ويقول رئيس الوزراء مفقود، يعني انت بالله عليك شوف الدولة اللي تنقاد بالحظ والبخت، يعني يعني هذه هم دولة، هاي مو دولة، هذه دولة السوق بريدي صراحة. غير الدولة يعني اللي توفر لشعبها الأمين، الأمان، الحياة الحرة، الحياة اللي يعني تعيش يعني مثل بقية الشعوب العالم. يعني احنا بيا وقت استاذ محمد القرن 21 والناس على ابسط الامور، ابسط الخدمات الطالب ما تلقاها. هي هاي الوضعيه، هذه مو كافي. كافي طيب. يعني الى متى حقهم على الناس تطلع وهذه؟ بس ارجع واقول لك يعني الايد الوحده ما تصفق استاذ محمد. أنا نعم، وصلت فكرتك. انا اشكرك يا سيد عبد الرزاق من بابل.
للي يسأل أنه الناس مثل ما قال ربما السيد أبو دعاء حسب ما فهمت مثل ما قلت أنه يتساءل ويستغرب ليش الناس تطلع بالعراق، أن وزارة التخطيط في عام 2018 أظهرت مقياس للمستوى الفقر في المحافظات العراقية، محافظة المثنى تعد أكثر محافظة عراقية بها نسبة فقر مرتفعة وصلت إلى 52%، والديوانية اللي هي محافظة القادسية 48%، محافظة ميسان 45%، وذي قار 44% فقر. لما نجي نوصل للنجف بها 12.5% فقراء، هذا بحسب وزارة التخطيط، هذه الأرقام الحكومية، يعني 12.5% من محافظة النجف من الفقراء، رقم كبير جدا طبعا. وهذا الموضوع من الطبيعي جدا أن نرى ناس يطلعون بالشوارع، ناس ينزلون يتظاهرون لأنه ما عندهم لا فرص عمل، لا حكومة موفرة شيء. وطبعا مثل ما قلنا الأرقام الحكومية، والأرقام الحكومية بحسب حتى التقارير الدولية هي دائما أرقام مشكوك بدقتها، لأنها أرقام تحاول قدر المستطاع أن تبعد الحقيقة الكاملة للمشهد، وتوصل أنه الأرقام ممكن توصل ربع الأرقام الحقيقية، نصف الأرقام الحقيقية مهما كانت النسبة، لكن ليست كل الحقيقة، لأنه بالنهاية الحكومة أيضا تريد تحافظ على مظهرها وشكلها العام أمام العالم. فوزارة التخطيط تتحدث عن 12.5% في محافظة النجف، هذا في 2018، والأرقام مرتفعة من 2018. أزمة كورونا سببت للعراق من أزمة اقتصادية، انخفاض أسعار النفط السوى بالعراق من ارتفاع مستوى البطالة والفقر، وغيرها طبعا من أرقام رفعت من النسبة العامة للفقر في عموم العراق. عندنا وسن من بغداد، تفضل يا وسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا جزيت قناتكم لتوضيح هذه الأمور، فتح الفرصة للمسلمين أن يبدون عن آرائهم. نعم أهلا وسهلا. بالنسبة لمحافظة النجف، نعم، أو كل المحافظات، ما أدري فقط ولا جوع ولا الفقر، نعم، والاستبداد والجور أصبح جميع الوضعية طبعاً للشعب بحيث أن يدخل من عنده وينظل. إحنا نقول هذه حكومة الأحزاب، هاي حكومة، وإلى أين ذهب بالبلد؟ هل من طرف هذا الشعب؟ هل يا ترى هذا الشعب وهاي الشباب لو أكو أسباب قوية الموضوع؟ نعم. الكتل اللي تدعي الإصلاح، الإصلاح، نعم، يعني ترى قضية إنه الموازنة، قانون المحكمة الاتحادية صار قد كم شهر وما قاعدين على قانون الموازنة، نعم، كان الدولار وارتفاع قد هسه ارتفع فقط اليوم ساعة احنا حددنا بالفيديوهات اللي جت من محافظة النجف في صار السوار كثير من القاهرين ومسلحين ويستهدفون المظاهرين. نعم. الحكومة او القوات الامنية تحدد لنا الى الهاوي ما راح تكون حلول جذريه، صدقني ثوره عارمه وما يوقف اي شيء، يعني هم دا يجبرون ان يطلعوا قدهم بانتظام، يعني كل يوم اكو يوم احنا ما شيعنا يعني في حياتهم، اكو يوم ما بي قتل واغتيالات، على أين نحن نبو؟ نعم. سيدة وسن من بغداد، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا كما نلاحظ مع بعض الاتصالات هناك مشكلة بالصوت، وهي دائما من المصدر، هناك تضييقات حقيقة من السلطة في بغداد على موضوع الخطوط والاتصالات. عندنا بعض الرسائل الواردة نود أن نقرأها لحضراتكم ونواكب قراءة الرسائل أثناء البرنامج. عندنا رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة وبعد، العراق تم احتلاله وتدميره بتخطيط من الغرب وتآمر من بعض الدول القريبة منا بواسطة الخونة والعملاء من ضعاف النفوس من المحسوبين على العراق، والآن هم مجموعين عصابة في الخضراء
وجاءت جاء بالمقابل هو التظاهر السلمي وانطلاق ثورة تشرين، أن تقوم بتخطيط وتواصل مع الشعوب العربية لنجاح الثورة السلمية من هؤلاء الفاسدين، وتشكيل لجان للتواصل بالمحافظات والمجتمع المدني رجال ونساء طفح الكيل. طيب عندنا السيد أبو حسن من الزبير، تفضل يا أبو حسن. ألو. تفضل يا أبو حسن، حياك الله. ماذا المدير ما حاشي أبو حسن، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو حسن من الزبير. أهلا وسهلا. أشكر برنامجكم هذا في القناة طيبة. الله يسلمك. وأنا كنت سابقا بالجيش السابق جيش صدام حسين. طيب. كنت سابق درع ومطوع من 1973. نعم. راجعت كل ما أراجع ما ألقي نتيجة على أساس أريد تقاعد. نعم. هذه حالة العالم. مرة من المرات رحت راجعت أن المحاربين الموظف، طبعا الموظفين كلهم إيرانيين. نعم. قال تريد تقاعد؟ قلت له إي والله. قال حجي أنت محارب الجمهورية الإسلامية وتريد تقاعد؟ لحظة ضروري. بس بدك تشوف يعني هاي الناس قاعدة تستلم بلا حاربة إيران، ماكو واحد ما كلها مشاركة، واللي ما يشارك يعدموه قاتل وطن. يعني كنا ندافع عن وطني. نعم. إي. أنا عندي حل، بس لو سمعوا يعني شلون العراقيين. عندي حل ويا هالجار اللي. تفضل. جار بشو؟ أنا لو رئيس وزراء أطلب التجنيد الإلزامي. طيب. اسمع، نسوي جيش قوي ونحارب إيران أيضا 8 سنوات أو أكثر. يلا نخلص من هالطلايب هذا. ولا انظل شلون تشوف اليوم تعامل رئيس الوزراء مع ايران؟ شلون تشوف تعامل السياسيين اليوم مع ايران؟ والله هو هذا الرجل لرجل بيلد زين يعني تقريبا عندي زين، بس ما يقدر يعني اذا سوى طيب شيء. ابو حسن، مصطفى الكاظمي وعد العراقيين بهواي وعود، على راسها ايقاف العنف، على الاقل ايقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة. ايش طبق من هذين الوعدين؟ ايش طبق؟ كل شيء ما طبق، لانه يخاف الرجل محكوم. طيب اذا هو ما عنده سلطة ويخاف. طيب اذا هو ما عنده سلطة ويخاف، ايش عنده باقي بالمنصب؟ بعد منصبهم. يعني شنو بعد منصب؟ ايش عنده باقي به؟ يخاف، اقول لك يخاف الرجل من ايران. تمام، يعني ليش يبقى بالمنصب اذا هو واحد يخاف وما عنده قدره؟ هذا اللي تصير انتخابات وجسمه وانتخابات تدريبيه كذا تزوير. طيب انا اريد اسالك يا ابو حسن، انت حكمت على مصطفى الكاظمي انه هو شخص زين، حكمت عليه بناء على شنو؟ ايش قدم لك هو كرئيس وزراء صاحب سلطه؟ عندما قال انا الشهيد الحي، ويعني يدرب نفسه ينقتل اذا تحس بالحق. سلام عليكم. طيب انا اشكرك يا سيد ابو حسن من الزبير. حقيقة ما أعرف شنو الطريقة اللي حكم بها سيد أبو حسن من الزبير على مصطفى الكاظم إن هو زين. إن كان حكم عليه كإنسان هذا أمر آخر، لكن نحن نحكم على سياسات، على رئيس وزراء يحكم بلد مهم مثل العراق في المنطقة والعالم، بلد غني مثل العراق، وما قدر يحقق وعد من الوعود اللي أطلقها للعراقيين، لا بانتخابات مبكرة، لا بحصر السلاح بيد الدولة، لا بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين، لا بمحاسبة قتلة المتظاهرين وكشفهم للرأي العام، بل وصل به الحد إلى أنه هو يفرج عن ميليشيات، أفراد من الميليشيات قتلوا متظاهرين واستخدموا أسلحة لقصف المنطقة الخضراء وتم الإفراج عنهم، وحتى هذه اللحظة ما عرف من اللي استهدف النشطاء، ما كشف عن الميليشيات التي قامت باستهداف الشخصيات البارزة في ثورة تشرين، ما قدر يحمي العراقيين من خطر الميليشيات، ما قدر يفرض هيبة الدولة على الميليشيات اللي إذا تستعرض
بسلاحها في بغداد وغيرها من المحافظات العراقية، شنو اللي حقق مصطفى الكاظمي حتى يصنف انه هو رئيس وزراء جيد؟ هل بزيارته الى عوائل الشهداء من النشطاء والشخصيات البارزة في ثورة تشرين من المتظاهرين كان كافيا انه هو يثبت انه هو شخص زين او جيد؟ طيب هذا الموضوع ما يكفي، ايش حقق من محاسبة قتلة المتظاهرين او ايقاف العنف المستخدم؟ اليوم بدنا نشوف في محافظة النجف دماء تسيل على يد قوات مصطفى الكاظمي، القوات الحكومية اللي هي تابعة للكاظمي مباشرة باعتبار القائد العام للقوات المسلحة. أي شخص يحمل سلاح ضمن الإطار القانوني مثل ما يقولون هو المفروض تابع للكاظمي. إذن شلون يفسر أو تفسر حكومة الكاظمي أو وزارة الداخلية أو الدفاع العنف المستخدم ضد المتظاهرين؟ السيد أبو حسن من بغداد تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا أبو. الله يسلمك. طبعا أخوي محمد لما ما يريدون الناس تداعي بحقوقها. نعم. يريدون دائما مضطهدين مهانين كرامتهم بالنازل. فما يريدون يعني الناس تداعي بحقها. نعم. ويداعي بحقها يا أما يقتل يا أما يعتقل. أما يعني يظل مطارد أو مهجر أو ذليل. نعم. فهم ما يريدون الشعب هذا يصحى يعني يريد حقوقه، يعني اي واحد يداعي بحقه انت اربع ارهاب وهاي الدعوه سيئه الصيت. نعم. يعني اسمى منهم من ابناء جلدتهم وبيأذوهم. والشعب مضطهد اضطهاد يعني غير طبيعي. يعني داعي بحقك تعتقل تضرب. يعني ما يبدو يستقر اخي، هذول كلهم جايين اعداء الشعب. نعم. والشعب يعني شو يسوي؟ يعني شو يسوي الشيء هذا؟ يدعم حقوقه وما حد يعطي. هذا رجل يدعم تقاعد يقول لك تمليك قاتلت الدولة الإسلامية. يا مو دولة إسلامية، دولة إسرائيلية هي تابعة لإسرائيل. لأن العراق في زمن العراقي لما يدعم حقه ما ياخذه. ما يردون ما يردون رجال بالعراق. يردون كلهم ناس يعني دليلين مهانين. نعم. ما يردون أكثر من شيء، يعني واحد شو يحكي بعد أكثر من حد شو يحكي. هو طريقتهم وولاءاتهم لإيران. طيب الحل يا سيد ابو حسن، الحل شنو برايك حتى يخلص العراقي من هاي الطبقه الحاكمه اللي اليوم اللي يطلع يتظاهر يقمع بكل الوسائل الممكنه؟ اخي محمد الحال الناس تصحى حقيقه، يعني تشوف الحل هي بيديها. نعم. شعب بيده الحل، يعني يا اما يظل مذل ومهان يا اما ياخذ حقوقه ويعيش مثل بقية البلدان الباقية. يعني ماكو حل ولا الشعب يريد الحل. إذا يريد الحياة لابد أن يستجيب القدر. وإذا يريد المهانة يظل طول عمره ذليل ومهان وحياته ذلة ومهانة. يعني أسأل أني ما أطلع أربع ثلاث أيام قطع بالأسبوع. نعم. أربع أيام أنا أدور على شغل، دورت ما ألقى شغل. هاي مو ذلة ومهانة. فالشعب إذا يقبل على نفسه المهانة خليه يظل. بس الشعب بيده يتوحد. لا يقول انا فلان وفلان وانا تابع لفلان وانا تابع لفلان، لا. يقول انا عراقي، يعني شنو العراقي؟ عراقي عراقي منتمي لهي الارض العظيمه هاي اللي خرجت عباقره من عباقره من الشيء الثقيل. الشعب بيده اخوي محمد، يعني احنا يوميه ازمه ما يريدون العراق يستقر. يا شعب حسوا على نفسكم وصحوا مساركم وفكروا زين لما تقدمون على شيء، والله المستعان ان شاء الله. شكرا جزيلا يا سيد ابو حسن. عندنا السيد ابو مصطفى من كربلاء، تفضل يا ابو مصطفى. عليكم احبابي ابو جاسم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. خليك يا حبيب. الله يسلمك. اقول لك يا حبيب احنا ليش نتعب روحنا وتلومون الكاظمي وتلومون هاي الحكومه؟ اي كلها. احنا أي. بلد محتل. طيب. والمحتل جاب هذولا. اي. زين الكاظم ياهل يخلوه هو يشتغل لامريكا وايران، صحيح ولا طيب. لا؟ تمام. تمام يا مو تمام؟ مثل ما انت تشوف. الكاظم من جابوه قال راح يروح لامريكا وامريكا تبقي الضوء الاخضر ويضرب الميليشيات، هذا اللي سمعناه احنا، ونخلص من الميليشيات. اجك هو الميليشيات اللي تابع لايران. هو شو اول ما اجى راح للحشد؟ هو
نعم. ايش يعني؟ اي قال راح يضرب ضربه من حديد. اي زين زين هو من صار مدير مخابرات، من اللي خلى اذا ما توافق على عليه ايران؟ طيب غير هاي، هو من كان مدير المخابرات، مو المفروض عنده معلومات عن من اللي يقتل، من اللي من يسلب، من يخطف؟ صحيح ولا لا؟ نعم لازم كلها يعرفها هاي، يعرف الشرطة، يعرف الشرطة المفوض. طيب لما يطلع مصطفى الكاظم يقول عن مقتدى الصدر زعيم المقاومة أو سيد المقاومة مثل ما قال، وهو دا يصنف واحد من زعماء الميليشيات ويعتبر المؤسس للميليشيات في العراق، هذا يعتمد عليه أنه هو يحرر البلد من الميليشيات؟ لا يا أبا لا، هذولا تدري هذولا يتغدون شايفون بالإعلام شلون من يطلعون يحجون، واحد يغلط على الله وواحد يفشر على الله وبالليل يتحشون سوا، كله هذا كله كلاوات، يطلع عياد الله على ان الحكومه، يطلع علي ابادي على ان الحكومه، يطلع البرلمان على ان الحكومه، لا من يحكم العراق؟ نعم. فهاي السالفه يعني احنا ليش اليوم هو عارقين برواحنا؟ هذول جابهم المحتل، يعني الدوله تحتل دوله، يجيبون لك خوش انسان يخلوه، يجيبون لك واحد يشتغل لهم يدمر هذا البلد. هذول كلهم عملاء، كل واحد عنده جنسيتين. برايك يا سيد ابو مصطفى، شنو المفروض على العراقيين انه يسووه حتى يخلصون من هاي الحكومه؟ بس شغله واحده تخوفنا. شنو هي؟ يطلع حتى الطفل كلها تطلع، مو المستفاد نايم وما يباوع الاول، هذا بلده، هذا ثلاث ارباع العراق كثيره كلها مستفاده، ابتهمت وانا شعليه، وانا ذاك يقول انا شعليه، وهذا يقول انا شعليه، ومستفاده تاكله وتضرب، وقسموا للعراق مو كذا اقسام، 100 قسم. نعم. كم عندنا عندنا 300؟ اكثر. قسموا 300. اكثر اكثر. اكثر اكثر قسموا. نعم. يطلع لي سيد مقتدى بيش المره يقول احنا العراق لا ممنوع يقسم. كافه سنه وشيعه وكرد. هي بغداد مو مقسمه بغداد، كل ميليشيا وكل حزب الى جزء والى منطقه. نعم كل ميليشيا ماخذه طبقه. نعم بغداد مقسمه وكلها، هاي كربلاء عندنا مقسمه. شلون مقسمه كربلاء ابو مصطفى؟ ابو مصطفى احكي لنا بالله شلون كربلاء مقسمه؟ مقسمه اربع خمس ميليشيات تشتغل بيها. منو بالله تقدر تقول لنا اياهم؟ حسب اللي تعرفه. شو اقول لك؟ ما تقول لي شو اقول لك؟ شو اقول لك على واحد اثنين ثلاثة؟ شو اقول لك؟ احنا طيب على الاقل انا هم اريد اقدر طبعا او اقدر وضعك، انه انا ما اريد احرجك بالاسئلة، لكن اذا تقدر تحكي لنا عن وضع كربلاء على الاقل. انا ما اقدر احكي لان قرايب عندي واصدقاء عندي واخوة عندي، ما اقدر احكي. احنا معذور كثير كله معذور. اي والله. نعم. طيب انا اشكرك يا سيد ابو مصطفى من كربلاء، شكرا للمشاركه. عندنا سيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه. بالنسبه للقمع اللي جاي يصير للمتظاهرين في محافظه النجف على ايد المحافظ، يعني المحافظ هو يعتبر رئيس اللجنه الامنيه بالمحافظه، وهو اللي يعتبر مسيطر على افواج الطوارئ وقوات الشغب وغيرها، يعني منو اعطاهم امر ذول يضربون بالرصاص الحي على المتظاهرين؟ والبارحه جرحى بالعشرين شخص، كلهم عراقيين ناس ابرياء طالعين يطالبون بحقوق. لكن احنا العراقيين ملينا من هذا الوضع. يعني مظاهرات سلمية، لأن ذول الطرف الثاني اللي هو مع الأسف الميليشيات والحكومة اللي جاي تحميها، وفائق الزيدان أبو مجلس القضاء الأعلى، كلهم متفقين على الناس البسطاء والناس الفقراء أن نبقى احنا مضطهدين. مضطهدين من قبل القانون والرئاسات الثلاثة، والحشد اللي يسمونه حشد مقدس طلع مو حشد مقدس، طلع حشد يؤتمر بإيد أمر إيران. حشد يقتل السني، يقتل الشيعي، ما يهم أي شخص. والدليل هذا اللي جاي يصير بالجنوب من صار سنة وشوية.
أكثر من 800 شهيد وجرحى بال 25,000 أكثر من 25,000 جريح من أبناء جلدتهم. إذن ذولي ما يهمهم الدم العراقي، فذولي مو مال المظاهرات تلمية. محافظ النجف لؤي الياسري مسنود من حزب ومسنود من ميليشيات، والدليل ما حد لا مرجعية حكت به بالخطب الجمعة اللي يطلعون يحكون سوالف على الدبة، ما نفتهم كل شيء عليهم. ماكو فد شيء جديد بخطبة الجمعة بالنجف في سبيل الناس تعيش بأمل على أن المرجع موجود وجاي يخطب خطب حقيقية تساند المتظاهرين. كلها تساند المحافظ، وما حتى أحد اتهم المحافظ بالقمع اللي جاي يصير بالنجف. يعني إلى متى؟ إلى متى نرضى بهاي الأحزاب اللي قام على ضروبنا وجاي تسرق بخيرات البلد أكثر من 1200 مليار دولار فترة 17 سنة؟ وين راحت؟ وين المشاريع؟ وين البنية التحتية؟ كل شيء ما سووهم ناس جاي يسرقون بينا عيني عينك. إلى متى تظل سلمية؟ احنا نداعي كل العراقيين وكل المتظاهرين ان يصيرون ايد واحدة وكافي للسلمية. قلع هاي الاحزاب، هي من تطير هاي الاحزاب وميليشياتها الولائية؟ ما راح يبقى احد من عندهم لو ينحرق ايش كان بيت من سيد صباح. انا اعتذر منك، الوقت انتهى، بس ارد على هذا الكلام بالتقرير، التقرير الذي او البيان الذي اخرجته اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، والتي قالت بأن السلمية هي الخيار الوحيد لثورة تشرين ومرفوض أي فكر آخر، فكر أو الترويج لفكر آخر، منها حمل السلاح وجعل هذه الثورة مسلحة. هناك رفض شعبي واسع حقيقة لهذا المبدأ، وربما لم يذكره السيد صباح لكن تطرق إلى موضوع إلى متى السلمية. فنقول بأنه اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين بما فيها طبعا المتظاهرين أو المتظاهرون في ثورة تشرين قالوا لا لأي لغة أخرى بخلاف شعار السلمية المرفوع، لأنه الشعار الذي أحرج هذه الأحزاب. أقال عادل عبد المهدي بعض الضغوطات، وإن كان بتوجيه من المرجعية، لكن أقال عادل عبد المهدي، أقال بعض الشخصيات، ضغط على الحكومة لتبديل شخصيات إلى أن جاءت بالكاظمي، وهذا الموضوع حقيقة مؤثر، وبالتالي الاستمرار به هو الخيار الذي طرحته الثورة. وصلنا طبعا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.